الرب يباركك، بدي منك مساعدة. يسوع قال: ذلك اليوم وتلك الساعة لا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة اللي بالسماء ولا الابن إلا الآب. يسوع كان يقول كن فيكن، كيف ما بيعرف؟ كتير حلو. أولا يا أختي العزيزة، بدي إياكم بس ترجعوا معي 2000 سنة لورا. تخيلوا يسوع واقف مع التلاميذ وقاعد عم بيحكيهم، سألوه متى يكون؟ قال لهم سنة 2024. شو بتكون ردة فعلهم؟ وكيف بيتصرفوا؟ وكيف هالشعوب على مر التاريخ رح تتصرف؟ وكيف نحن رح نتصرف إذا بنعرف الوقت والساعة؟ أنا إذا عارف إنه سنة 2024 رجع يسوع، شو بعمل؟ سبعة ودمتها وبرجع بتوب؟ مش هيك بده الرب. يلي أراد يعلن لنا إياه هو أنتم ما عليكم تعرفوا الوقت والساعة، بل عليكم تعرفوا العلامات أو بأزلازل الأمراض. بس في علامة كتير مهمة، قال قبل ما يجي المنتهى سيكرز ببشارة الملكوت في المعمورة كلها شهادة لألو. واليوم كيف عم بيكرز بالملكوت؟ من خلال السوشيال ميديا، من خلال الانترنت، وهيدي أكبر علامة. بس الوقت والساعة ما بنعرف، بس علينا نضلنا سهرانين وجاهزين. آمين.